الجهاز ده اسمه جهاز كشف الكذب. انتي بتكدبي؟ هنعرف. اوكي ماشي؟ ماشي. اسمك ايه؟ اسمي هانا. عندك كم سنة؟ عندي 6 سنين. حاسة انك مرتاحة ولا قلقانة؟ قلقانة. انتي بتحبي المدرسة؟ وبحبها. بتحبي مدرسينك؟ عايزة تعرفي اسمهم؟ ممكن اقولهم كلهم ولا حد فيهم بتحبه؟ لا واحدة بس. واحدة بس بتحبيها؟ اسمها ايه؟ اسمها بلودة. بتحبي زمايلك طيب في المدرسة؟ مين بتحبيهم؟ تقى. تقى بس؟ مين مش بتحبيهم؟ بقيت العيال بس معرفش اسمهم ايه. كلهم مش بتحبيهم؟ ليه؟ كده بيضربوكي؟ لا مش بس انا بحبهمش. طب ليه لما بيضربوكيش ما بتحبهمش؟ بيتريقوا عليكي؟ لا بيتريقوا عليكي؟ لا. عايزين اكل اجد بقول لك. بيشتموكي؟ لا. بيضربوكي؟ لا. امال ايه؟ بيلزلزوكي في خدودك؟ لا. مش هتصدق جايز؟ مش هتصدقيني انا؟ اكيد اكيد عشان الجهاز عارف كل حاجة. احنا مش صحاب. انا عارفة كل حاجة. لا احنا صحاب برا لكن هنا الجهاز هو اللي عارف كل حاجة. ماشي بس انا بكدبش عليك. اهو الجهاز بيقول انك بتكدب. ليه بتكرهي بقية اصحابك؟ خلاص يا سيدي بكرهمش. يبقى قولي بقى من تاني، تحبي اصحابك ولا بتكرهيهم؟ بحبهمش قوي. ولا بتحبيهم؟ لا بحبهم. ليه؟ خلاص يا ست بحبهم. يبقى قولي لهم في الكاميرا بحبكم يا اصحابي قوي. بحبكم يا اصحابي قوي. انت شايفه نفسك حلوه ولا وحشه؟ حلوه. انت موزه. انتي قمر. انتي احلى واحده في البنات كلها. شفتي الجهاز عمال ينور اخضر ازاي؟ طب انتي شايفاني ايه؟ حلوه ولا وحشه؟ حلوه. شايفاني تخينه ولا رفيعه؟ تخينه قوي. وشايفه نفسك موزه؟ انا غلطانه. معلش بس. معلش بس الحقيقه رفيعة شويه. انا مش رفيعة. انت عارفه اني مش رفيعة. اهو جسم اهو ده رفيع ولا تخين؟ تخين. تخين؟ كدابة انا؟ ايوه مش كداب. يعني انا تخينه ولا رفيعة؟ تخينه. يعني زي كده بقى. قولي لي حاجه من اتنين، يا شيماء انت تخينه او يا شيماء انت رفيعه. دي اسمك شيماء؟ تخينه. انت كسبتي عشان قلتي الحقيقه. شكرا يا هنا.